كلام كتير الحقيقة على ماتش امبارح، وكلام كتير على الماتشات اللي جاية. ويمكن دايما احنا بنلعب وعينينا دايما على اللي جاي، يعني كل فرقة بتلعب عايشة الماتش اللي هي بتلعبه وما بتفكرش في حاجة تانية غيره، وده جزء طبعا مهم جدا، لكن احنا بنلعب دايما واحنا عينينا على اللي جاي، وخصوصا اللي جاي مهم جدا، وانه اللي فاضل من الوقت مش كتير قوي. فبالتالي ماتش دجلة مش بس خسارة نقطتين، لكن كمان إجابة على كتير من علامات استفهام المرتبطة ببطولة سوبر أفريقيا إن شاء الله، اللقاء اللي هيجمع الأهلي بنهضة بركان، وكمان من بعدها إن شاء الله كأس العالم للأندية. صحيح ظروف صعبة وصحيح غيابات كتيرة جدا، لكن زي ما قلنا دايما إنه حتى السكواد اللي شوف ماتش امبارح مع وادي دجلة الحقيقة كلهم لعيبة أساسية، وبالتالي كانت نتيجة إلى حد ما غير مرضية لجماهير النادي الأهلي. اسمحوا لنا نتكلم أكتر بالتفصيل مع نجم نجوم دفاع النادي الأهلي كابتن عمرو الحديد، ضيفنا في السادسة النهاردة. مساء الخير يا كابتن عمرو. ازيك يا أبو حميد، ربنا يخليك. شوية ذكريات كده في السريع قبل ما نبتدي الكلام. حبيبي ربنا يكرمك. نور الدنيا. الله يخليك. ربنا كنت ليك حركة أنت شهيرة لما بتجيب الجون، شفناها دايما لازم تجري ورافع رافع العلم. اهلا بيك. كنت مدافع هداف يا كابتن عمرو. حبيبي ربنا بالرجل خليك. وبالراس وبكل حاجه يعني. انت اساسا ابتديت مدافع يا كابتن عمرو؟ اه ابتديت كره مدافع. يعني بص، يعني يمكن اي حد لما بيلعب الكره الشراب كنت احب العب المدافع. عشان كنت بميل قوي للكابتن ماهر همام. بعد كده بقى ليا نصيب ان انا اتمرن تحت قياده الكابتن ماهر همام. سبحان الله. الدنيا. فتعلمت منه حاجات كتير قوي. بص النادي الاهلي بيضيف حاجات كتير قوي يا احمد، مش عشان بنتكلم عن النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي بيضيف. انا كنت في المحله بلعب باسلوب معين، والنادي الاهلي ضاف لي حاجات كتير قوي بالبلدي او بالاسلوب الرياضيين، بيعلمك يعني ايه تجميد القلب. قلبك يبقى جامد، تلعب وتادي وما تبقاش قلقان وما تبقاش خايف، وتعمل اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت حرص عشان انت نادي بطولات ومطلوب منك حاجات اكتر من اللي انت كنت فيها او النادي اللي انت كنت جاي منه. ده صعب شويه. ايوه انا اعرف انك انت جيت، كان في قصه غريبه جدا يعني صاحبه مجيئك انتقالك للنادي الاهلي. بص هو يعني الاول خالص كان الكلام كله ان انا وانا موجود في المنتخب الاولمبي. طبعا يا كابتن عمرو قبل ما تيجي. طبعا. كان الكلام كله احنا في المنتخب الاولمبي ان انا هروح نادي الزمالك. تمام. كان الدكتور محمود سعد كان يعني مهتم جدا ان انا اكون في نادي الزمالك. فالدكتور مصطفى عبده اللي هو احمد بكر اتكلموا معايا واحنا في احد المعسكرات الخاصه بالمنتخب، قلت له طبعا اامل ان انا اكون في حاجه زي كده. في نفس الوقت دوت كان استاذ علي البحراوي الصحفي كان بيتكلم مع كابتن انور وكابتن صلاح، فكابتن انور طلبني ان انا اروح اقعد معاه. كابتن انور سلامه كان هو هيد كوتش، كان هو المدير الفني ساعتها في الوقت ده، كان في الفتره اللي كان فيها نادي الاهلي في تذبذب في المستوى، والنادي الاهلي وصل رقم 6 في الجدول. كان ساعتها مايكل ايفرت، والكابتن انور جه كمل الفتره دي. ايوه كان مايكل ايفرت قبلها بالظبط كده. جيت وقعدت مع كابتن انور، ما ناقشتش حاجه، قلت له يا كابتن انا موافق. كابتن هي مش محتاجه اختيار، مفيش هنمضي بكام، ما فيهاش اختيار يا استاذ احمد، ما فيهاش اختيار خالص. دي ما فيهاش اختيار. النادي الاهلي اي حد، احنا بنتكلم في التوقيت ده كان العقود تقريبا يعني بمئات الالاف، يعني رقم مليون ده كان رقم كبير قوي تقريبا، صح في الوقت ده؟ لا ما كانش فيه الرقم ده خالص. اغلى واحد جه في تاريخ مصر في الوقت دوت رضا عبد العال. رضا عبد العال 625,000. انا فاكر احنا بقى كنا بنتبادل من 50 ل 30 ل 20 كده. في الوقت دوت هو مش الست صور دي ما كانتش السبع صور دي مش هقول لك على حاجه. النادي الاهلي في الوقت دوت انت عايز تروح كيان. ايوه مش هتبص للماده. ما الماده هتيجي هتيجي. ايوه انت في كيان بيحقق بطولات، فانا هلعب في الكيان ده واحقق فهاخد، ما فيهاش كلام يعني. النادي الاهلي في الوقت ده كان كيان كبير وما زال الحمد لله لا كيان كبير من الوقت دوت، كان بيستحوذ على كل البطولات في الوقت ده. زي دلوقتي بالظبط. ايوه احنا في الوقت دوت كنا ما بنترددش، يعني جمال السيد ولا ابو الدهب ولا كمونه ولا نخله، وانا ياسر ريان احمد فهمي كابتن حسام وكابتن ابراهيم لما رجعوا من نيو شاتل، كابتن مجدي طلبه كابتن رضا عبد العال فيليكس وليد صلاح لا كل دول ده النادي، دول النادي احنا اللي جايين من بره. انت بتتكلم على جايين من بره. عماره ياسر رضوان خلاص بقى انت كل واحد جاي دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ابن من ابناء النادي الاهلي. ما بقولش التاريخ القديم، هو التاريخ القديم موجود، بس بقول ابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. نبتدي من وادي دجله. نبدا من وادي دجله. ماتش امبارح كان بالنسبه لجماهير النادي الاهلي عكس التوقعات، يعني بعد العرض الاخير مع الاتحاد، والحقيقه بعد مشوار اعتقد من استعاده كتير جدا من
شخصية النادي الأهلي في ماتشات سابقة، بعد طبعا ما بتخلص سيزن كسبان ثلاثية وبتبتدي الماتشات السيزن الجديد تكسب بره أرضك في دوري أبطال أفريقيا، فرقة مش قد كده بس برضو عملت نتيجة إيجابية بره ملعبك، عملت عروض قوية في الدوري، علامة كاملة، تيجي بتلعب وادي دجلة عطلت. من وجهة نظرك عطلت ليه؟ أعرف الأول بس ليه الأهلي امبارح خسر نقطتين ولا الأهلي كسب نقطة؟ احنا مش هنتكلم زي ما الناس بتقول غيابات. النادي الأهلي كل اللعيبة المقيدة نجوم، تمام، مفيش حاجة اسمها مين جوه ومين بره، مين مصاب. طبعا عدد المصابين اللي في النادي الأهلي ال 11 ولا ال 12 كتير قوي، فرقة كتير قوي على فرقة قيدها كله 25 ولا 30. انت دلوقتي موجود هقف بس معلش، اصل انا مش عايز اغوص قوي في وادي دجله لانه انا معايا تليفون، انا عايزك تقول الو كده. الو الو، يا مساء الفل، مساء الخير عموره، وحشتنا كتير. عرفت خلاص كابتن ماهر، مساء الخير يا ابو حميد. عموره عموره دي فكت الطلاسم على طول يا كابتن ماهر. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ منور الدنيا، منور الدنيا. انت طيب يا حبيبي. وانت طيب كابتن ماهر. وعمرو منور الشاشه، كل سنه طيب يا عمرو. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك. طبعا جمهور الاهلي الحبيب كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. ده يعني لسه ما فيش من ثواني بسيطه جدا كابتن عمرو كنت بكلمه على ظروف انتقاله للنادي الاهلي وان هو كان بيلعب مدافع طول عمره ولا كان ابتدى في مركز ثاني، قال لي انا مثلا على كابتن ماهر همام، وسبحان الله لما رحت النادي الاهلي يعني لعبت مع كابتن ماهر همام، كابتن ماهر همام كان بيدربني، فيعني فرصه اعتقد ان لطيفه جدا ان احنا نسمع صوتك كابتن ماهر. الله يخليك يا احمد، الله يخليك. بمس على عمرو وكل سنه تابع عمرو. طبعا احنا انا شرف ليا طبعا ان انا اتعامل مع عمرو مدرب، وعمرو كان من اللعيبه المحترمين من المساكين الملتزمين يا احمد. ايوه يعني اخلاقيا واداء وسد عالي زي ما بيقولوا، يعني حبيبي يا كابتن، الحاجات اللي في الهواء كان عمرو بيجيدها بشكل كبير جدا، وكان في الرقابه كمان بيجيد بشكل كبير جدا، ومن المساكين اللي فعلا يعني فرقوا مع تيم النادي الاهلي، وهو ذكر كمان مجموعه يا احمد. أيوة. مجموعه يعني مجموعه احترافيه بشكل كبير، يعني جيل عمرو جيل من الاجيال اللي ما تتكررش، يعني عارف التواصل بتاع الاجيال. أيوة. عمرو كان هو وجيله ومجموعه اللي ذكرها من اللعيبه طبعا المحترمين المميزين اذا كانوا في النادي الاهلي او المنتخب. لا والحقيقه يمكن الجيل ده كمان كابتن ماهر بالاضافه لجيلكم طبعا، يعني وانتم اساتذه ونجوم كبار جدا، انتم جيل ذهبي الحقيقه، كان في مجموعه مدافعين ليهم تقول كده فورمولا معينه، ليهم معادله معينه تلاقيهم على اعلى مستوى، يعني الاسماء اللي ذكرها كابتن عمرو سواء كابتن كمونة كابتن ابو الذهب كلهم الحقيقه كانوا مستوى متميز جدا، وبيتميزوا كمان ان هم دايما تلاقيهم عندهم حس التهديف او التصويب من بعيد او التخليص بالراس، يعني كانوا الحقيقه الثلاثه على اعلى مستوى. كمان يا احمد عايز اقول لك ان هم شخصيه كانوا شخصيه مؤثره بشكل كبير جدا في تيم النادي الاهلي في هذه المرحله. أيوه. وعايز اقول لك كمان ان اجسامهم كمان الجسمانيه يعني عارف تقدر تقول ايه؟ دي استردباكات على الحق. ايوه الطول والقوه والسرعه والرشاقه والمرونه. فالنهارده بنفتقد احنا الاجسام دي ما شاء الله، عمرو وابو الذهب وكمونه وكابتن جمال السيد معظمهم. عايز اقول لك حاجه يا احمد، معظمهم في الفتره دي كان ممكن يحترف في اوروبا. أيوه. يعني انت النهارده كمونه قدر ان هو يعني يهرب ويحترف في اوروبا، عمرو جاته فرصه كمان كان ممكن يطلع يحترف في اوروبا، ابو الذهب كمان هو ابو الذهب احترف النمسا في النمسا. كابتن ابو الذهب واعتقد كابتن سمير راح كايزر سلاوتن. راح كايزر سلاوتن. فعايز اقول لك يا احمد ان هي ديت الاجسام اللي تخوف الفراوده. عارف الفرود هو عامل حسابه النهارده انا هعمل ايه مع عمرو، هعمل ايه مع كابونه، هعمل ايه مع ابو الذهب، هروح فين؟ واخد بالك؟ يمكن هو كان الوحيد الشاذ في المجموعه دي اقصرهم مشير، لكن برضك كان قوي. لا بس كابتن مشير كان بشكل خطير يعني. صحيح كان يتعب اي مهاجم بيلعب عليه. طب اخد رايك بقى في ماتش امبارح سريعا كابتن ماهر كده، كنت لسه بتكلم مع كابتن عمرو. انا عايز اقول مباراه امبارح دي حاجه طبيعيه يا احمد هنشوفها، خد بالك خلوق في الظروف اللي حصلت، الاصابات اللي ضربت الفرقه والكورونا اللي اثرت على واخد بالك، ولكن عايز اقول لك ان موسيماني والاعاره اللي اتعملت من ولادنا
النجوم اذا كان اكرم او اذا كان صلاح محسن او نيدفيد. عايز اقول لك ان دول دكه يعتمد عليها بشكل كبير طبعا. يعني احنا مش عايزين نقلل من قيمه ولادنا دول لا خالص دول خالص. طب خليني احط الكلام جاي بشكل كبير ومؤثر بشكل كبير صحيح. في تيم النادي الاهلي وادائه اكيد. وعايز اقول لك كمان ان احنا باد لك الفرص اللي ضاعت طبعا اذا كانت من معلول او من يانجا او من بنون بدر مضيع كره برضو محسن حسين الشحات. فلو في واحده منهم جت كانت هتفرق بشكل كبير جدا في اداء النادي. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما سعداء سواء برؤيتك او بسماع صوتك كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي. طبعا شكرا جزيلا على المداخله. وخليني ارجع لكابتن عمرو. كنا بنتكلم على ماتش وادي دجله والموضوع مش موضوع يعني انا مش واعتقد ان معظم جماهير النادي الاهلي طبعا هنزعل على النقطتين بس مش ده همنا الاساسي يا كابتن عمرو. يعني انا كنت بتكلم انه انت عندك قبل ماتشات ويا ريت زمايلنا ينزلوا لنا كده ماتشات الاهلي اللي فاضله ان شاء الله قبل ما نسافر عشان نلعب سوبر افريقيا. انا كنت بقول انه شهر يا ماتشات يناير دي فرصه كويسه مش بس عشان روفا. تكسب الثلاثه عشان تجهز نفسك انت رايح لمعركه عنيفه. يعني انا هسال حضرتك سؤال بسيط قوي. يعني النادي الاهلي في مباراه الاتحاد كل الناس كانت متوقعه وحاطه ايدها على قلبها من مباراه الكاس. مظبوط كويس قوي. اول لما حصل السكور قلنا هو ده النادي الاهلي. هو طبيعي ده يحصل والكابتن مهري يمكن اكد الكلام اهو. طبيعي الاصابات والغيابات. احنا بنقول النادي الاهلي بكل اللعيبه المقيده فيه هم بينتموا لنجوميه النادي الاهلي. مفيش حد هنقدر نقول ان فرقه وادي دجله يمكن النادي الاهلي كان الحاجه الوحيده امبارح اللي فيها يعني ضعف بسيط او تراخي بسيط. هو الضغط. يعني فرقه وادي دجله امبارح كانت بتستحوذ دي بتستحوذ بسهوله جدا. معلش هنرجع لوادي دجله. ده دي الماتشات كابتن عمرو عشان برضو الاهلي هيلعب يوم الثلاث. بالظبط الاهلي هيلعب الثلاث الجاي. دي ماتشاتنا اللي فاضله ان شاء الله قبل ما نسافر نلعب سوبر افريقيا. كويس. لعبنا خلاص اول ماتش في يناير مع دجله. عندنا الماتش يوم الثلاث اللي جاي ماتش العوده مع سوني داب وقلت دي فرصه كويسه جدا وهنتكلم عليها. طبعا عندنا بعد كده ماتش اعتقد مهم جدا مع سيراميكا كليوباترا. يا جماعه اسمها كليوباترا لا اسمها كليوباترا ولا كليوباترا كليوباترا. ومعانا بعد كده ده الجمعه 8/1 يعني بعد ماتش سوني داب بثلاث ايام على طول. وبعد كده تلعب يوم الجمعه 15 مع الانتاج. دي الماتشات اللي فاضله لك. المسافات ما بينهم ماتش افريقيا ثلاث ايام مظبوط مع سيراميكا مظبوط اسبوع بعد كده اسبوع مع فرقه الانتاج. هيخدمنا الوقت هنا بتهيألي في عوده اللعيبه اللي كانت بعيده سواء ان شاء الله يكون في يوم الثلاث اللعيبه تكون موجوده. أيوة. يعني جزء كبير منها يكون موجود. بص يا ابو حميد الفتره اللي احنا فيها النادي الاهلي بيتكلم عن مستوى النادي الاهلي انا لسه بقول لك. أيوة. حته الضغط واستحواذ فرقه وادي دجله انت حسيت ان النادي الاهلي مش موجود او النادي الاهلي بعيد شويه عن الفورمه اللي احنا متعودين عليها عن كره النادي الاهلي. بالظبط. بس انت بتقول نقول عبد المنصف يعني فوق الهايل شابوه طبعا طبعا. سبع كور لو واحده فيهم ما هي بثلاثه بونت. اثنين فيهم بثلاثه بونت وليد او صلاح محسن او احمد ياسر او بانون او علي معلول ايا كان. احنا ليه تملي نتملي ما ده رد الفعل بقى اللي ظهر فيه عبد المنصف بالتالق. أيوة. بسم الله ما شاء الله. احنا بنقول دلوقتي هو النادي الاهلي ليه كل الناس بتبص له اول ما يفقد بونت ليه؟ احنا بنقول هو النادي الاهلي هو نادي البطولات هو الناس لازم يعني احنا هنحكي زي ما الناس كلها بتحكي وبتتوقع والناس كلها استنتاجها للمباراه ضربه الجزاء بتاعت بيكهام. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده احنا شفنا ماتشات في اوروبا الحكم صفر بين الشوطين وخرج ورجع عمل ضربه الجزاء. زي ماتش الانتاج دقيقه وعمل ضربه الجزاء في الشوط الاول وتعادل 1-1 في ماتش بيراميدز. ايه المشكله ان انا اتراجع في دي؟ ايه المشكله ان انا يبقى عندي رؤيه واثنين وثلاثه ارجع للفار عشان اتاكد منها؟ مش محتاجه ده يعني. لا والله انا احنا هنتكلم عليها احنا مش هنتكلم عليها نقول احنا جايبين فار وهنتفرج. احنا شايفينها ما هي مش محتاجه. انت عملت عليها زوم دلوقتي وتاكدت من انا قلت الكره دي لو في 10 حكام شافوها تسعه منهم يحسبوها ضربه جزاء. لا لو ال 10 يبقى في 11 ليه هنبقوا تسعه؟ ما هي باينه مش محتاجه. ما هي دي غيرت اتجاه احمد خالص يعني خلت توازنه وافقدته توازنه. بالزبط. طبعا اللعيب بيجري خلاص الراجل رايح للجون. ايوه فاحنا مش هنعلق بمناسبه الكلام عن اصل انا سمعت ناس بتقول دي شده خفيفه. اللعيب لما بيبقى بيجري واخد سرعته اللمسه
يعني انا لو ريحت بس كتفي عليه كده فقد توازنه على طول، فهنا ما لهاش علاقه بشده صغيره ولا شده كبيره. وكره وليد سليمان في الشوط الاول ضربه جزاء بعد ما راوغ مدافع دجله هي فاول من بره ال 18. نقول الحق برده ربنا كويس. عشان هي فاول من بره ال 18 مجرد ان انا احتكيت بجسم المهاجم والكره اللي عدت بقت مشكله فاول. صحيح بقت فاول ما فيهاش بقى صغيره وشد كبيره، ما فيهاش صغيره ولا كبيره، ما فيهاش فاول صغير وفي فاول كبير. يعني هي طب انا ممكن فاول امسك فاول. ممكن امسك والكره ثابته وراقب والكره ثابته، واول لما بيحصل تعامل مع الكره بسيب. ايوه مش هفضل ماسك. صح احنا الكابتن مهدي بيقول لنا كده. ايوه امسك مان ويحس بنفسي معاه، واول ما تترفع خلاص انت بتبعد وتاخد خطوات بتاعت لو هو ابتدى يتحرك وانت لسه ماسكه خلاص ما ينفعش، يبقى عاقه على طول. في بقى احنا بنقول عليها في مسند، كان الكابتن انور يقول لنا والكابتن ماهر في يا كابتن مسند ايدينا الرؤيه مجرد ان انا حطيتها على المهاجم انا عارف تحركاته. تمام. هي مصدر الاشاره بالنسبه لي. هو بيتحرك قدامي يمين ولا شمال. دي مهمه قوي. النادي الاهلي بادائه بروفا هايله لمباراه التلات. ايوه مستني. طب نروح لماتش التلات، يعني مش عايز اتكلم كتير على دجله. لا خلاص دجله. طيب. بكل حاجته عدى البونت، هو مكسب مش خساره. أيوه. وفي نفس الوقت استعاده مستوى لعيبه النادي الاهلي وفكر لموسيماني من اللعيبه اللي موجوده بره على الدكه وصلوا لغايه ايه وراحوا لفين عشان يبقى عارف كل واحد في غياراته هوصل بكل لاعب اوظفه ازاي. لازم اروح لفاصل، نروح لفاصل بسرعه. ماشي. ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحديدي ونشوف الاهلي هيعمل ايه في ماتش طبعا سوني ديب، مواجهه مش سهله بس اعتقد انها تجربه لابد ان احنا نستفيد بيها اقصى استفاده ممكنه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. والله احنا قلنا شويه كلام يعني درر في الفاصل. خلينا نبتدي مع حضراتكم الكلام على سوني ديب. بالتاكيد في دماغ مستر موسيماني، يعني كل ماتش هيلعبوا الاهلي في الفتره اللي جايه، واحنا عرضنا لحضراتكم جدول ماتشات الاهلي سواء في بطوله افريقيا مع سوني ديب يوم الثلاث او في دوري المحلي مع سيراميكا والانتاج. هيكون في عقل وفي راس الجهاز الفني وعينيهم محطوطه على ماتش سوبر افريقيا مع نهضه بركان في اخر الشهر، وطبعا الاستعداد والتحضير لكاس العالم للانديه. هرجع لكابتن عمرو الحديدي اللي بعد ما برحب بيه طبعا مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك على الهواء. كنا بنتكلم يمكن وخدنا الكلام في الفاصل على ماتش سوني ديب، شايف انه ايه المطلوب؟ يعني بالتاكيد الحاجه المحسومه ان احنا نتاهل، وده اعتقد الاهلي قطع فيه شوط كبير جدا، لكن ازاي احقق اكبر استفاده ممكنه من مواجهه سوني ديب بطل النايجر؟ بص اقول لك على حاجه، يعني الماتش الاولاني خلص بالمشهد الاولاني 1-0 هناك. ايوه ان شاء الله المكسب حليف النادي الاهلي في الفتره اللي جايه يوم الثلاث. الراجل دلوقتي يا جماعه في حيره، الراجل دلوقتي عنده ثلاث ماتشات، عايز يخرج منهم بمين اللي هيمثل النادي الاهلي ال 11 اللي هيلعبوا ماتش نهضه بركان. وفي نفس الوقت بيبقى عيني على اعمده اساسيه في فرقه النادي الاهلي عشان كاس العالم للانديه. في ناس الراجل مش قادر يغيرها. طيب يا ابو حميد، في ناس النادي الاهلي مش قادر يغيرها، مثلا مستر موسيماني مش قادر يغير علي معلول. مش قادر يغير علي معلول، مش قادر يغير ايمن اشرف. ما انا ممكن ابقى محتاجه، مش قادر يغير الشناوي. في كم مركز محسوم من وجهه نظرك في النادي الاهلي؟ يعني في كم مركز تحطهم دول ما فهمش كلام وبعد كده نتكلم؟ يعني مش اقل من سبع اماكن في الملعب. سبع اماكن في الملعب. شناوي، محمد هاني، علي معلول، ايمن اشرف، بدر خلاص دخل وبقت التنافس دلوقتي بيبقى قريب في حاله رجوع رامي او سعد او ياسر ابراهيم. عندك ديانج وحمدي والسوليه. انت في حيره. الثلاثه احسن من بعض. واكرم بصراحه. واكرم اتضاف جاي، انا معاكوا رابع، لا ده انا معاكوا اول مش رابع. التحام وتهديف دي حاجات مهمه قوي. طبعا حته الفيرويد دي هي رقم 10 اللي عامله بروباجندا حوالين النادي الاهلي. وارتور فاليا في الفتره اللي جايه دي مطلوب منه كتير. ايه رايك في صفقه والتر بواليا؟ طبعا صفقه ناجحه، احنا شفناه وهو في الجونه شكله عامل ازاي وامكانياته عامله ازاي. عمر النادي الاهلي يا ابو حميد ما هيبص اللاعب الا لما يكون امكانياته اكتملت ان النادي الاهلي يجيبه ويضمه للكيان بتاعه. معاك جدا، بس انا مختلف في حاجه، لانه اوقات كتير جدا انت عارف يمكن احب اقول الجمله دي كتير، يعني وده اللي حاجه الوحيده متخوف منها، يعني اتمنى انه يواصل مشوار التالق مع النادي الاهلي. هو الحقيقه كمقاومات يعني مهاجم انا شايفه لعيب كويس جدا، بس انت عارف ان في لعيبه بتبقى متعلقه جدا في فرقتها وتحس انه سوبر ستار، بس ما بيجي الاهلي
ما اعرفش التيشيرت تبقى تقيله، الناحيه النفسيه، الانسجام، فكره ثقافه البطولات، يعني مليون في الميه يا ابو حميد، مليون في الميه. وهو جاي النادي الاهلي وبيمضي مع امير توفيق 90% حسام غالي عرفه هو مين النادي الاهلي، رضا شحاته عرفه مين النادي الاهلي. يا جماعه دول عمودين من اعمده النادي الاهلي، اذا كان كابتن حسام ولا اذا كان الكابتن رضا، الناس دي موجوده. هو جاي هو عارف النادي الاهلي ده ايه ومطلوب منه ايه والمفروض يضيف للنادي الايه. هقول لك على حاجه، بكل المقاييس بوليا افضل من بادجي، هتلاقي في الحته دي افضل بكتير واكتر من جيراردو، هتلاقي يعني في نسب وتناسب امكانيات الراجب وارقامه، امكانيات الفيرود ده وارقامه واحصائياته اللي عملها مع الجونه تضيف له كتير قوي. هل كل الباقيين دول لما جيت جبتهم او فكرت ان انا اتعاقد معاهم ما كنت شايف امكانياتهم؟ لا كنت شايف امكانياتهم. محتاج تدعم بصفقه ثانيه جنب ولتر بوليا قبل كاس العالم؟ طبعا. محتاج. واقول لك على حاجه، احنا النادي الاهلي صبر على فلافيو سنه ونص، مانويل جوزيه وصل مع الراجل ده، ان احنا ما كناش بنقول ان فيرويد مش بيجيب جون، جاب جون بالصدفه في ماتش المحله. بعد كده بقى فيرويد النادي الاهلي جنب عماد متعب الذي لن يتكرر. فيرويد بمعنى الكلمه واحد من اكثر الصفقات الافريقيه خلاص. اللي جت في تاريخ النادي الاهلي نجاحا. احنا هنصبر وهنشوف، ويمكن الراجل هادي عارف هو بياخد ايه. موسيماني تقصد؟ عارف هو بياخد ايه من اللعيبه بتاعته، عارف هو هيطلع ايه من لعيبته، عارف هو بيدافع عن لعيبته ازاي، وبينشط لعيبته لو في نقد. النقد بناء مش هدام. يمكن في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم عن صلاح محسن على حته معينه. صلاح مواليد 98، المفروض اللي الراجل بيديهوله اي اجنبي ايامنا احنا كنا بقى مستغربين جدا ان الاجنبي ما بيقعدش معانا. مستر موسيماني بيقعد مع كل لعيب في النادي الاهلي بيشرح له هيشتغل معاه ازاي، المفروض منك تعمل ايه، المفروض مطلوب منك ايه تعمله للنادي الاهلي. يعني انا بقول للعيبه النادي الاهلي كلها، الكيان اللي انت موجود فيه دلوقتي اهتم وضيف لنفسك بطولات مش هتتكرر تاني، عدد بطولات في مده زمنيه بسيطه فوق الهيله، تاريخ هيتعمل لك وانت في جوه النادي الاهلي احسن من اي نادي تاني. لو انت كرمتني انا عن نفسي هقول لك احسن من اي نادي في اوروبا، احسن من اي نادي في العالم. حب وانتماء لي ده شيء مش داخل جوه فكري، لا ده جوه مشاعري واحساسي. النادي الاهلي ده كيان تاني خالص، يا ريت نرجع نلعب تاني. مفهوم. في الظروف ده. وحتى اللعيبه اللي يعني ممكن تجي لها فرصه الاحتراف مفيش مانع نقول الاهلي ما اعتقدش عمره وقف في طريق لعيب طريق حد يلعب في برشلونه ويلعب في مان سيتي ويلعب في الريال ويلعب في بارسا. انت النادي الوحيد بس هتفضل اللي ممثل علاقتك. انت النادي الوحيد اللي ممثل للانديه العربيه في بطوله العالم للانديه. رايح لكذا مره، رحت وعرفت الناس بيك، مره لعبت ضد برشلونه ومره لعبت ضد فلان وفلان، لعبت مع اسماء كبيره. اللي جاي ده امل لكل لاعب موجود في النادي الاهلي. طبعا. حافظ عليه، ويعني اعمل كل ما في وسعك انك توصل للعالميه، والنادي الاهلي ما بيعترضش في الحته دي. هو اللي احنا بنقوله بقى، وده كان بدايه كلامي مع حضرتك، انه انا مدرك تماما انه انا ابقى بلعب في النادي الاهلي ده حلم كبير جدا، لكن انا بلعب في الاهلي بطل الثلاثيه ورايح اخر الشهر ده العب في بطوله كل لعيبه كره القدم في مصر تتمنى تلعب فيها الا وهي كاس العالم للانديه. اغتنم الفرصه. هو ده اللي احنا هو ده كان بدايه الكلام الحقيقه. ما كانش المضايقه من نقطتين ضعف في مشوار الدوري، لانه ده وارد وبيحصل. لسه بدري، ده لسه الاسبوع الرابع، لسه بدري. مش ممكن مفيش فرقه في اي دوري في العالم تكسب بكل ماتشات بتلعبها، ده فده وارد. لكن هو اللي امبارح كان مقلق شويه زي ما بقول لحضرتك، انه احنا داخلين على كاس عالم فعايزين نشوف الفرقه. ما ينفعش النادي الاهلي يظهر بالمستوى دوت قصاد بطوله العالم للانديه. بس هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بس احنا فيه. احنا طول عمرنا النادي الاهلي اما بيتحط تحت ضغط بيظهر الابداع. هو نادي الابداع في الحته دي. ياما ايام، اقول لك على حاجه، ايام مستر هولمان كنا رايحين نعمل فتره الاعداد في دوسندورف في المانيا. واحنا موجودين لعبنا هامبورج. فالراجل دخل بين الشوطين قبل الماتش قال لنا يا جماعه لو خسرتوا 4-5 ما تزعلوش. احنا زعلنا واحنا قاعدين في الاوضه، ايه اللي هو بيقوله ده؟ ازاي يعني كابتن محسن طنطاوي ازاي هو بيقول كده؟ الشوط الاول 2-0 لينا. فيليكس وكشري. انت متخيل؟ ثالث الدوري الالماني واحنا اللي بننصب السيرك، واحنا اللي بنادي، واحنا اللي مستحوذين على كل حاجه. الكابتن رضا كان بيجريهم وراه بدون مبالغه، كانت نجوم في منتخب المانيا بتلعب في الماتش ده. الكابتن رضا كان بيجريهم، كنا بنتفرج زينا زي الناس اللي بره. هو ده النادي الاهلي
بس احنا متعودين منك في كل وقت في ضغوط ماتشات دوري ماتشات كاس ماتشات افريقيا عايزين المكسب وبس. مكسب 3 بونت اداء استحواذ سيرك. ايه اللي حصل امبارح مش عايز تشوفه في ماتش سوني ديب؟ النادي الاهلي روح الفرنه الحمراء امبارح ما كانتش موجوده. روح الفرنه الحمراء في الاداء ما كانتش موجوده. الضغط اللي النادي الاهلي بيعمله وعلم الفرق كلها ازاي ما كانش موجود. انت اديت للفرقه الاستحواذ والنقل، انت ما كنتش حاسس ان يعني عشان بينقلوا وهم مش قلقانين. ما ننقص حق وادي دجله امبارح برضو الولاد عندهم كوره بصراحه، يعني شفنا فرقه لا. يعني وادي دجله لو بتلعب الدوري كله زي ما كانت بتلعب قدام الاهلي امبارح الفرقه دي ممكن اشوفها في حته ثانيه خالص بصراحه. بس هل هتلعب قصاد النادي الاهلي في جميع ماتشاتها زي ده؟ لا، ما هو ده السؤال. ده السؤال بقى. هنرجع تاني لنفس الكلمه. هل كل الفرق بتأدي قدام النادي الاهلي كده؟ برضه يا كابتن عمرو، انت بتلاعب بطل افريقيا و 80 من 90 مليون بيتفرجوا عليك، فطبيعي جدا عايز تطلع كل اللي عندك وعايز تقول وعلى انا عسى ان انا اكون موجود عشان عشان مجلس اداره النادي الاهلي يشوف لاعب كويس يقول لهم هناخده. ما دي بتحصل كده. انت النادي الاهلي بيشتري اللعيب ازاي؟ من امكانياته بعد ما بيتابعه فتره معينه بيقول لك امكانياته ثابته لازم يجي. تمام، هو ده النادي الاهلي في الوقت دوت. احنا بنقول مش هنقعد نضعف من امكانياتنا ونشوه فرحتنا بالثلاث بطولات والرابعه جايه والخامسه جايه، لا، قفلنا الصفحه على مباراه الجونه، بنتفرج على المباراه الجايه بطل النيجر، بنفكر بعد كده في مباراه سيراميكا والانتاج. بعد كده نروح واحده واحده ناخد المشهد جمله جمله، مش هناخد المشهد مره واحده تتقال في جمله واحده، لا. احنا عندنا اول حاجه بنفكر في افريقيا وبنفكر في الدوري وبعدها بنفكر في بطوله العالم للانديه وسوبر افريقيا برضو. ما انا هو لسه بقول لك عندنا بطولتين جايين. سوبر والسوبر المصري، عندك بطولتين مش بطوله واحده. بعد كده عندك بطوله العالم للانديه. رايح حته تانية. هو كمان في تدرج، يعني انت هتسخن ببطوله سوبر افريقيا وهتلعب. انا كنت بقول في بدايه الحلقه انه نهضه بركان، انا شايف يعني انه نهضه بركان يمكن يكون مش فريق ليه سمعه كبيره قوي في افريقيا ولا من فرق القمه اللي احنا عارفينهم، عادي حارب ان المباراه ما تتلعبش في مصر، لكن انا شايف الفرقه دي فرقه محترمه جدا والماتش ده مش هيكون ماتش سهل على الاطلاق. بص، النادي الاهلي عارف كويس قوي ملوش دعوه بالمهاترات اللي بتتقال حوالين الاعلام في الحته دي، فرقه قليله وفرقه ضعيفه وفرقه كتيره. لا، النادي الاهلي بيتعامل مع المباراه باسلوب راك شويه، عارف ان ده ماتش من مشهد واحد. بطوله بتنتهي في 90 دقيقه مش هيوصلها حتى لضربات الجزاء. نتمنى طبعا. النادي الاهلي عارف هو رايح البطوله دي ازاي وهيفرح شعب مصر اولا وجمهور النادي الاهلي ثانيا ببطوله هتضاف لدولاب النادي الاهلي. طيب، وعندك بطوله ثانيه، 5 بطولات قبل بطوله العالم للانديه. ابو حميد اللي بيبقى موجود في فتره النادي الاهلي اللي ما بكملش سنه خد 5 بطولات للنادي الاهلي في نص موسم. في نص موسم ايه؟ في 60 يوم، في شهرين. شهرين هاخد 5 بطولات في شهرين واروح امثل مصر في بطوله العالم للانديه. ايوه. طيب، مش محتاجه، هي محتاجه بس الروح وازاي نخاف على بعض وازاي نضغط وازاي نستحوذ وازاي الثلاثه بونت دول ما يخرجوش وازاي ما نسيبش اي حد يعلق على النادي الاهلي، اصل ده جاب صفقه، اصل ده كويس ولا وحش، اصل امكانيات ده مذبذبه، اصل ده مستواه ضعف او مستواه اقل. لا، النادي الاهلي لما بيكسب بيخرس كل الالسنه كويسه. صحيح، واللعيبه جوه النادي الاهلي وثقافه النادي الاهلي ودي مدرسه برضو، يعني بعيدا عن البطولات عشان برضو يعني حضراتكم تقيسوا. انا مش هذكر اسماء، كابتن عمرو عايز يذكر اسماء، لكن حاله الانضباط وحاله التركيز في دورك فقط لا غير دي مدرسه النادي الاهلي وثقافه اي لعيب بيلبس تيشيرت نادي الاهلي، عشان بيحصل مقارنات كتيره جدا انه ممكن لعيب يبقى مشاغب مشاكس بتاع مشاكل ليه حركات هنا ليه حركات، لكن لما بيجي النادي الاهلي لا، قصه غير. اللعيب هتلاقي فيه مش ده اللي كان كل الاعلام بيتكلم فيه عن كهربا مثلا على سبيل المثال؟ ما هو كهربا اهو هو ابن النادي الاهلي. مناسبة كهربا في التصويت احسن واحد يا جماعه بالزبط. عن شهر ديسمبر. أيوه. ولسه عند كهربا كتير. كهربا عمل 3 حاجات موعظه للناس كلها، وصل الناس في مباراه من مباريات كره عمرو السوليه، ما وصلش الاعلام ولا الصحافه تكتب ان في فجوه حصلت ما بين عمرو وما بين محمد شريف. في وقتها خلصت. اما جاب جون الماتش اللي فات نسب الهدف لطاهر، طاهر محمد طاهر. هي كده، هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. انا طالب طلب واحد بس يا استاذ احمد، ده مهم قوي. اتفضل.
اكتر واحد ياثر في لعيبه النادي الاهلي لو اجتمع معاهم نفسي هو كابتن محمود الخطيب. بس كابتن محمود الخطيب مش سايب الفرقه ابدا. لا مش قصدي مش قصدي مش بقول سايب. كابتن الخطيب في ناس معينه في الفرقه لازم يتقعد معاها فردي ونفسي، اولهم حسين الشحات. من حبنا ليه بنقول له انت جيت النادي الاهلي فرجتنا كل حاجه حلوه، ورتنا كل شيء جميل لحسين الشحات اللي انضم للنادي الاهلي. احنا مش عارفين في ايه. حسين عنده قد كده 100 مره واكتر من كده وورانا ده. يعني مش مثلا هقول مثلا بنتفرج على بروفا لحسين لسه جاي، لا عنده الامكانيات دي اللي شفناه في ماتش الوداد وفي مباراه الزمالك وفي المباريات كلها وفي ماتش الاتحاد الاخراني نزل كسر الدنيا. هو حسين. ايوه حسين وكابتن محمود. قفشه وكابتن محمود، طاهر وكابتن محمود. شوف هتلاقي كابتن محمود رقم واحد هو اللي عنده المفتاح، المفتاح والكاريزما والحب وكل حاجه حلوه للنادي الاهلي. وانت قاعد معاه هتلاقي نفسك انت بتقولها، هتلاقي نفسك انت بتعملها، هتلاقي نفسك انت مش محتاج انك تقول عليها اي كلمه غير ان النادي الاهلي. يعني بص 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 الروح، بص الروح. يعني حسين من حبنا ليه. لا وفي ماتش الاتحاد الاخراني احنا مش هنروح بعيد اكتر من كده. الاتحاد كان عامل جون عالمي وعامل اسيست عالمي يعني الحقيقه. وماتش الوداد، وحد ينسى الجون بتاعه في الوداد في ماتش كل العوده؟ كل مصر اتكلمت ان حسين صفقه النادي الاهلي التي لم تتكرر. بص هو ده حسين الشحات. ايوه احنا شفنا وشهاده ميلاد حسين كلنا جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مضت عليها ان احنا عايزين الراجل ده يكون موجود. حسين هو يقعد مع نفسه، وبطلب رجاء من مكاني هنا في قناه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب مع حسين موضوع منتهي. هتشوف واحد تاني خالص، انا متاكد من اللي انا بقوله. عملها مع ناس كتير قوي. عملها معانا في مباراه الاسماعيلي 4-3، انا وابو الدهب وجمال في الاوضه. عملها مع بركات، عملها مع ابو تريكه. حاله الشحن تقصد يا كابتن عمرو؟ هو عنده حاجه هو عنده حاجه بتوصل للعيبه غريبه. يعني الراجل ده عنده كاريزما مختلفه عن اي شخصيه موجوده في كيان النادي الاهلي او في مصر. بس في فرق بين لعيب ممكن يبقى مش موفق بلغه الكوره، يعني مش يومه الكوره بتبقى مش مطوعاه، وفي فرق بين لعيب تاني. وعلى فكره ممكن مرحله عدم التوفيق دي ما تبقاش ماتش واحد، تبقى ماتش واثنين وثلاثه. وفي فرق بين لعيب تاني ممكن يبقى فيه تذبذب مش مفهوم في مستواه، بمعنى ان انا اشوفه في ماتش اعلى مستوى، ماتش مستوى عادي جدا، ماتش مستوى سيء، ماتش بعديه مستوى عالي جدا. انت لسه بتقول ايه؟ ماتش يعني الاتحاد حسين كان هنا. ايوه ماتش الجونه قل عن المستوى اللي شفناه في الاتحاد. الوادي دجله قصدي. وادي دجله. يبقى انا في الوقت ده ما خليش الماتش التاني يجي. بطل النيجر او ماتش سيراميكا او ماتش الانتاج، لا اقف ستوب واقعد مع حسين اتكلم معاه. ستوب واقعد مع ايا كان الاسم، ايه المشكله؟ في ايه؟ وفي واحد حاطط لنفسه خط بمشي عليه وبزيد، بس ما ينفعش اقل. ايوه على كل الاحوال خلينا برضو عشان تبقى الامور في نصابها الصحيح، عادي جدا انك انت تقع منك نقطه او اتنين، ومفيش فرقه بتكسب طول الوقت في العالم كله، مش بتكلم بس على الاهلي او في مصر. الاهم ان احنا ناخد من ماتش امبارح، وكانت ظروف صعبه متفقين، غاب التوفيق عن التحكيم وكان الى حد كبير مؤثر في النتيجه تخلص بالشكل ده من التعادل. تالق يعني مش عايز اقول غير طبيعي لمحمد عبد المنصف، لكن الحقيقه كان مؤدي مباراه وجيم هايل جدا، وشال اكتر من كوره تعتبر هدف مؤكد. يعني كل الظروف ما كانتش في صالحنا، لكن اهم من ده وده اللي احنا بنبص عليه ان في دروس مستفاده، والاهم هو اللي جاي. واعتقد البدايه من سوني ديب، عندنا 3 ماتشات مهمه جدا قبل. وبالمناسبه معلومه انه كاس العالم للانديه هيسبقه باسبوع اقامه مباراه سوبر، حتى اللحظه يمكن مش مؤكده، لكن ما تم اعلانه مؤخرا انها هتكون في نهايه شهر يناير قبل بدايه كاس العالم للانديه. لكن في مقترح ثاني انه تم التعديل، انه يتم لعب مباراه سوبر افريقيا بعد كاس العالم في نهايه فبراير. ايه هو السيناريو اللي هيتم؟ حتى اللحظه ما فيش حاجه مؤكده، لكن في جميع الاحوال بطولتين مهمين جدا. واعتقد انه في زي ما كان كابتن عمرو بيقول، في خلال فتره بسيطه جدا حلم لاي لعيب كوره ان هو يشارك في كاس عالم الانديه، وحلم طبعا بالتاكيد انه يرفع سوبر افريقيا، بطوله
اعتقد رفعها النادي الاهلي 6 مرات قبل كده، 6 نسخ حققها النادي الاهلي. كل التوفيق. رساله لرجاله الاهلي قبل ماتش سوني ديب كابتن عمرو. يعني اقول للاعيبه النادي الاهلي، انتوا اللي فرحتونا بالدوري العام، وانتوا اللي فرحتونا بكاس افريقيا، وانتوا اللي فرحتونا بكاس مصر، وانتوا اللي لسه هتفرحونا بالسوبر الافريقي او السوبر العربي، وانتوا اللي هتفرحونا بتمثيل المشرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه في بطوله العام للانديه. مطلوب منكم كتير عشان انتوا اللي عودتونا على كده. النادي الاهلي نادي فرحه وابداع المصريين، هو مش هيشتغل عليه غير كده. النادي الاهلي نادي فرحه وابداع وفرحه المصريين. كل واحد فيكم روح النادي الاهلي دي مهمه جدا، قبل ما تنزل تسخن تبقى عارف ان فرقه النادي الاهلي دي روح مختلفه عن كل الارواح اللي بتتعامل معاها. التتويج ليكوا وللكيان. لو انت بصيت للكيان كاسم النادي الاهلي، عنده يعني مش لاقي مكان يحط فيه البطولات دي، مش لاقي مكان يحط فيه البطولات دي. انت بقى في مده زمنيه بسيطه بتحقق لنفسك تارجت معين من عدد بطولات في مده زمنيه ما تتعداش شهرين. فكر كويس، فكر النادي الاهلي ده امله، فكر المكان انت بتلعب فيه ده يتمناه اي حد. صحيح. امسك فيه وما تسيبوش الا لما تكون منتهي ان النادي الاهلي يقول لك انا مش محتاجك، او انت بتحترف بره برضه النادي الاهلي مش محتاجك، بيقول لك بالتوفيق في المكان اللي انت رايحه. صحيح. ما تسيبش حقك عشان النادي الاهلي مش مقصر معاك في اي حاجه، موفر لك كل شيء. نورتنا وشرفتنا ان شاء الله. خليك يا كل التوفيق لنجوم النادي الاهلي، شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو. حبيبي حماده ربنا يخليك يا ابو احمد، اتمنى نشوفك دايما ان شاء الله. حبيبي ربنا يكرمك. شكرا ان شاء الله. بالتاكيد بكره نقابل حضراتكم في حلقه جديده. تحياتي لكل اللي تابعونا النهارده، ونقابل حضراتكم بكره والسادسه.